السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، عودة أخرى مع أم فدوى، فيديو جديد. قبل ما نبدأ هاد لا فيديو بغيت نشكركم كاملين. واش غنقول لكم، إحساس جميل أنني تكلمت معكم وقلت لكم وصلوا لا فيديو لعدد كبير من المشاهدة، وكان كان كانت نتيجة رائعة وأكثر من رائعة، وإحساس جميل أن لاني تقرب من المتتبعين ديالي، والمتتبعين ديالي تقربوا مني. شكرا لكم اخواتي جميعا، الله يرزقكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. شكرا لكم اخواتي بزاف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا انكاك اللي ما معتادينش نخدموا به. والله اخواتي متعوبة، ورغم ذلك ما بغيتش نخليكم بلا كيك. عندي البيض، السكر، لاكريم فخيش، الزيت، الزبدة، الماسكاربون ولا فاني. اللي ما عندهاش الماسكاربون غدير بيرلي بحال الشكل ديال دانون معروف. هنا اخواتي قشره ديال حامضه خضراء وحامضه صفراء، وهنا اخواتي هادو قطعتهم بلا موندولين، قشره ديال الحامض اللي غنعسلهم. الطريقه باش عسلنا القشرات في لي طارتو سيترون اللي درت معكم، غنخلي لكم اخواتي الرابط. هنا اخواتي عندي 250 غرام او 45 غرام من الطحين مع جوج خمارات. انا كنخدم معكم اخواتي وانا كنقول لكم المقادير. هنا اخواتي في لاكوف درت 4 اصفر بيض وربعه البيضات كاملين مع قريصه د الملحه، غنخليهم يطلعوا وفيغ ميزور انا كنخدمو وانا غنقول لكم لا غوسيت، ومن نفس الوقت غتلقاوها في صندوق الوصف بيان سور بحال ديما. هنا اخواتي زدت القشره ديال الحامض الاخضر والصفر. الناس اللي في الدول العربيه تيقول ليمون الحامض، كما كتشوفوا تيقولوا ليه اللومي، كل واحد كيفاش كيقول ليه. الاخوات ديال الجزائر تيقولوا ليه القارص. كنطربوا اخواتي البيض، 4 صفر البيض، 4 البيضات كاملين مع 180 غرام ديال السنيده وقشره ديال اللحم. زدت عليهم اخواتي 23 غرام ديال الزيت، زيت المائده. خوات لي برا يمكن يديروا لويل دو بيبان دو غيزان. هنا عندنا ما توفرش عندنا. هنا اخواتي زدت 130 غرام ديال القشدة الطرية او لا كريم دو كويسون. اخواتي في الدول العربية تيقولوا لا كريم دو كويسون تيسموه الشامينيت. بالنسبة للمنمر لا 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 كريم، اخواتي زدت الماسكاربون مع لافاني. نتوما غديروا بيرلي مع لافاني. لافاني النوع ديال بوربون كاينه عند ديال بانانيغوس، كاينه عند فاروق تيبيع اون ديتاي. اخواتي من مر المقادير اللي ذكرت، هنا درت اخواتي 245 غرام ديال الطحين نوع امغاليطا، وتخدموا باي طحين عندكم، ما تخدموش غير بداك الحرش. زدت معايا جوج خمارات اخواتي، نضرب بهذه الكيفيه. واخر حاجه اخواتي كنضيف هي 70 غرام ديال الزبده مذوبه وباردة، ما كنضيفوش اخواتي سخون. صافي، من بعد ما كنكمل اخواتي حيت كندير من مورا هاد الزبيده اللي كتشوفوني دابا، وغنديرها في واحد المول. ممكن تخدموا اخواتي بنصف مقادير، اللي عمرها ما خدمت لا غوسيت تخدم بنصف مقدار، دير جوج اصفر وجوج بيض كامل، وتقدم اي حاجه قسموها على جوج. اخواتي هنا خدمت انا كيك كبير وكيك صغير. هذا اللي بغات دير مقدار صغير دير لو كيك كبير وتلبسو بالبابي كويسون دهنو بالزبده بيان سور. لي بغات بمقدار كبير، انا عندي لو مول انسير ما عنديش بديل. داك اللي فيه جوج تقيبات راه معروفين، دهنتو بالزبده وفرشت ليه في القاع ديالو بابي كويسون، وكبيت فيه لاماس وشيتو بالطحين، وعاد كبيت فيه داك لو كيك اخواتي اللي عندي. هاد لو كيك اخواتي غندخلو في الفرن درجه حرارته 160، خدا لي ساعه من الوقت، ما بقيتش كل مره تحلي عليه. واللي عندهم المينوتور او لا مينوتري باش كت ابريل او باش كتشوفي الوقت ديالك ديال الطياب كتخدميها. انا وريتكم هذه خديتها من امازون، ما كتخليكش تلوبي لو كيك ديالك، ولكن ما عمرك ما تعتمدي على الوقت اللي كتلقاي في اي وصفه، عمرك ما تعتمدي عليه. دائما حاولي انت تلقاي الوقت اللي لو كيك ديالك، مع تبارك الله مع الخبره مع التجربه غتعرفي لو كيك. هذا الوقت خدا لي اخواتي تقريبا ساعه من الوقت، خدمته ودرت من الوقت اللي بغيت. في الاخر كتسمعي التسرسيره ديال
لو فور ديالك ديال المينيتور ديالك وصافي راه داك. علاش انا استعملت هذا المول؟ هنا تقريبا كيبان لي المول من الداخل واش طايب ولا ما طايبش، حتى كياخد هذا اللون اخواتي. وغنصوبوا له ان سيرو دامبيباج، واحد السيرو او السيروب اخواتي، غنصوبوا بان طون بورتون. كيس كان طون بورتون؟ لو طون بورتون هو قد السكر قد الماء. كنديروا معاه طريف الحامض، 200 غرام ديال الماء، 200 غرام ديال الحامض ديال بلوتو، 200 غرام ديال الماء، 200 غرام ديال سنيده، طريف الحامض، كنخليوه يغلي حتى كيذوب سنيده وكنطفيو. كيخرج لي كيطيب لي لو كيك. نبدا في الامبيباج، هذا هو الامبيباج. كيس كنقولوا ان بي بي ان كيك، هي انك تسقيه بديك لو سيرو، ما كديريش كله، غير كتفزقيه باش تفنديه في النواه كوكو، الكوك اللي كنقولوا حنايا جوز الهند. صافي كنفندو فيه. واخواتي هنا كنكون مصوبه لا كريم او سيترون، سبق لي وخدمتها معاكم في بزاف، انا غنخلي لكم الرابط اخواتي. وسبق لي وعسلت معاكم القشره ديال الحامض، غتلقاو نخلي لكم الرابط ديال فين عسلت، عسلنا ممكن في لي طارت، فاش درت معاكم لي طارت او سيترون مورانغي بلا كريم بلوتو بلا مورانغ سويس، تما فين خدمت معاكم هاد لي دو روسيت. نخلي لكم الرابط وغتدخلوا تشوفوا كيفاش تصاوبوا لا 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 كريم او سيترون. لا كريم او سيترون اخواتي صوبتها وزدت فيها فقط سميتو ورقه ديال الجيلاتين، وقسمتها على جوج، نص زدت فيه ملون يعني الكولور بيستاش، والاخر خليته عادي. ولي زاغروم هذوك القشره ديال الليمون معسل زوقت بها باش نخرج هاد لو طابلو اللي كتشوفوا قدامكم. ساهل ماهل، ولكن في سميتو في لا تيكستور وفي في الماكله تذوقوا، عاد غادي تردوا عليا اخواتي الخبر. اللي كيعجبها المذاق ديال لو سيترون غادي تحماق على لو ميلونج ديال سيترون فاني، كيجي ولا اروع اخواتي. سمحوا لي ضربت صبعي ونقيس، يعني كنت كنشتغل في المطبخ وضربت واحد الضربه كبيره، داكشي علاش ما قديتش نبوشي حداكم اخواتي. باقي يعني واحد الضربه فريمون ضربه كبيره لله المشتكى، الحمد لله مغطيه باش يبرد غيا، ما كنقربلوش الماء، وكيجي الشكل النهائي ديال لو كيك ديالنا في هذه الجماليه. ممكن اخواتي تاخذوا ورقات ديال النعناع باش تزوقوا، ورقات ديال الفليو باش ما كان كتزوقوا، باش كنخرجوا هاد لو طابلو. دائما نلعب على لي كولور، يعني كان كاين لو فون كان ابيض، جيتي اوبليجي باش ندير هذاك لو فير بيستاش مع لو جون ديال لا كريم او سيترون باش عطاني هاد لا كولور. اخواتي غتلقاو الكريمه الحامض بالتفصيل الممل في واحد لا فيديو، غنخلي لكم الرابط. والتشكيله النهائيه ديال لو كيك ديالي كيجي بهذه الجماليه. كنتمنى على ان حتى هاد لا فيديو توصلوا كيف ما وصلتوا لي بتي فوق اخواتي، شعور جايب واحد 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 الشعور اكثر من رائع. الله يجازيكم بخير، والله يخليكم ليا، والله يخليني ليكم، والله يرزقني الصحيحه باش ان شاء الله نعطيكم الجديد والحويجات اللي كتستحقوا على انكم تشوفوها، اشياء مخالفه لما كان ماشي معتادين انك نشوفوها على اليوتيوب. اتمنى ان اخواتي انني نكون وصلت لكم الشرح، ويكون يعني الشرح يعني غير ممل، او لا فيديو ما تكونش اخواتي مملة. شكرا لكم بزاف، الله يرزقكم الجنة مرة اخرى، ويخلي لكم وليداتكم تاعكم صحيحتكم اخواتي. انتظروا اخواتي الجديد ديال ام فدوى، ان شاء الله كاين حويجات زوينين لي يعني لا يليق اللي كيليقوا بالمقام ديالكم اخواتي. شكرا لكم مرة اخرى، دمتم في رعاية الله، الى بروشين فيديو بحول الله تعالى.